السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هالونا ددة سوت لي بلونة. ددة سوت لك بلونة كلها حلوة ددة، صح؟ تحبينهم هم يحبونك بعد. اليوم بإذن الله تعالى ما أخذتكم معي محل رائع جدا جدا جدا، اللي تبي أشياء حلوة وأشياء ما يتغير لونها تعالوا معي للمحل. خلوني أوريكم إيش هو المحل. الكلام البنات سكاكة، وما أدري هل في توصيل برا سكاكة ولا لا، أنا بسألهم. يلا تعالوا على بركة الله أوريكم مكان المحل واسم المحل، ونسوي كذا تغطية كاملة للموجود وتشوفون ذوقي والأشياء اللي انتم تحبونها، وأكيد أكيد كمان بالأسعار. يلا مع بعض خلونا نبدأ. يلا يا بنات كذا أنا وصلت للمحل. شوفي وانت جاية من هنا يجيكي السرحاني بلازا، تبغين تروحين كذا تمشين 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 يجيكي هناك كاسر الأسعار خلاص. وهذا المحل اسمه رونق لبديل الذهب، هذا هو. واضح يا بنات رونق بديل الذهب، هناك البيت الراقي كذا كاسر الأسعار، وهناك كنتم جايين كذا يجيكم على طول رونق. هذا هو المحل يا بنات، جنبه على طول محل كريمات. يلا على بركة الله خلونا ندخل ونشوف ايش في داخل، باخذكم جولة انما ايه على كيف كيفكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلونا يلا كذا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل للمحل. ما شاء الله تبارك الرحمن، اذكروا الله يا بنات الأشياء من جد تخطف القلب. وبوريكم الأسعار، بوريكم كل شيء. أنا ما أدري عندكم شحن برا السكاكة، بس باخذكم على الأطقم اللي خطفت قلبي وبوريكم حاجة حاجة. خلونا نبدأ مع أول قسم، نبدأ من تحت من هنا ونروح كذا 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 وبعدين أخذكم فوق. يلا على بركة الله خلونا نبدأ. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه يا بنات أول الأشياء اللي عندهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين الأشياء تهول خلاص. وهذا يا بنات القسم الثاني، شوفوا عجبتني هذه الأساور، شايفينها هذه يا بنات، هذه أساور خطفت قلبي، الملونة اللي فيها فصوص ملونة مرة جميلة على اليد، شايفينها. طيب أخذكم من هنا بعد، شوفوا يا بنات هذا زي سلسالي، هذا الأحمر نفس سلسالي، وخذيت لساورونة واحد بس ما عاد باقي هنا، كان عليه زي الغيمة، شايفين. طيب هنا خلونا ناخذكم الخواتم خلاص. هذه يا بنات الخواتم، شايفات كذا. الحين نقرب قدام وتشوفون الأشكال كلها، تمام كذا. شوفوا يا بنات كأنه ذهب، كأنه ذهب. طبعا انتم عارفين بديل الذهب يعتبر، ما أقول لكم ذهب بس يعطي إيحاء الذهب. إذا أنت حابة تكشخين تلبسين هو إيحاء الذهب، أهم شيء لا يجي عطور، لا يجيه عطورات، بس أهم شيء العطور لا يجيه. وعندي والله أشياء يا بنات لها 3 سنين و4 سنين ما تغيرت من بديل الذهب، يشهد الله علي. طيب أخذكم من القسم هذا بعد، شوفوا ما شاء الله. خلوني أطلع هذه من هنا عشان أوريكم الشكل. شوفوا شوفوا يا بنات، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أوريكم خاتم مثلا، تشوفون شكله على اليد. انت تبغين تكشخين، عندك احد تبغين تتنومسين عليه، متاكده بيعجبك. خلنا ناخذ هذا، اقيس لكم بس على ايدي تشوفون. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن بنات، كانه ذهب والله، ما حد راح يفرقه نهائيا خلاص. شوفوا اللمعه ما شاء الله، كانه ذهب يا بنات، اهم شيء العطور. وهذا مره كمان جميل على شكل افعى، بس هذا مو مقاسي، بس يا بنات يجنن. شوفوا ملتوي لوي على الاصبع، مرة حلو والله، ماني عارفة وش أقول لكم، خذوا وش أقول لكم خلوا. شوفوا هذا كمان أفعى، بس الأفعى أكبر، شايفين أصغر أنعم، شايفات مرة حلو كمان كذا يلف على الأصبع لف، تشوفون كذا. طيب خلوني أوريكم بعد أشكال ثانية. هنا خلصنا، إذا أنتم حابين تأخذون من هنا، حابين تأخذون من هنا، اللي أنتم حابين، يا من هنا يا من هذا كبار، هذول لا بخرز وكريستال، تمام في كل المقاسات. شوفوا كمان السلاسل، إذا حابة تأخذين سلاسل وانتي تركبين على السلاسل تعليقه. شوفوا اذا تبغين تاخذين سلسله تبغين تركبين عليها تعليقه كمان ما عندك مشكله. الحين اوريكم تشكيلات هائله، خذي البنوتات كشخيهم بالعيد لبسيهم، والله يا بنات مو شرط لازم يكون ذهب، اهم شيء تلبسين حاجه حلوه وزينه ومرتبه وحاجه افضل من الاكسسوار، تضمنين انه لونها ما يتغير. بوريكم الحين اطقم من فوق من جد تخطف القلب. هذه يا بنات الاساور،
تمام شوفوا هذه كلها أساور، وهنا كمان شايفات هنا في أشياء جنن. شوفوا هذولا، شوفوا هذولا، شوفوا هذولا لمعتهم كأنهم يبنات ذهب من قلب. خذي بنوتاتك كشخيهم ولبسيهم أبد. شوفي هذولا بعد هنا بهم أسود، مرة قمة الفخامة. خلوني أطلعها، شوفوا دقيقة يا رب أني أقدر، لا ما راح أقدر. شوفوا شكلها يا بنات، شوفوا شايفات اللمعة، شوفوا اللمعة، حاجة يا بنات كأنها ذهب. أنا أم سارة أنصحكم تاخذون الأشياء هذه لأنها يا بنات لكم وللزمن، ما تخرب. يعني لما تشترين شيء تكونين ضامنة وتكونين متأكدة أنه لكم للزمن، حاجة أنت ما أخذتيها وعارفة أنها ما راح تخرب ولا راح تصدي ولا راح يجيها شيء. تعالوا خلوني أوريكم الأطقم اللي من الظهر. يلا نبدأ مع الأطقم اللي هنا. شوفوا بوريكم أول طقم خطف قلبي، من جد من جد خطف قلبي. شوفوا خلوني أخذه من هنا، في منه ثلاث أشكال. شوفوا يا بنات شو رأيكم؟ هذه الأشياء اللي فيها خرز ملون أنا أموت عليها، شايفات؟ هذا يا بنات سعره 80، كأنه ذهب. شوفوا كأنه ذهب يا بنات. خلاص شوف كمان الأشكال الثانية، واحد عجبني هنا مكتوب عليه شانيل، أوريكم وينه برضو، أوريكم وينه. شوفوا حابين أشكال فندي، خلاص هذه نفس شركة فندي عارفينها، مع الحلق مع السلسلة. تمام في واحد ثاني انا شفته هنا مكتوب عليه شانيل، الظاهر انه خلص ماني عارفه، اي الظاهر ماخوذ، انا شفته امس، اي ماخوذ، يستاهل والله، خطف قلبي وحلال على اللي اخذته، يجنن يجنن. طبعا المحل تشكيله واسعه، انت ما تدرين وش تاخذين، ما تدرين وش تخلين، ما تدرين وش تاخذين. طيب خلوني اجيكم من هنا، شوفوا الاشكال الناعمه والحلوه، ابدا لكم من هنا. شوفوا هذا شانيل يا بنات، هذا هو الظهر، هذه حبة ثانية. شوفوا الجمال، أوريكم، شوفوا يا بنات الجمال، شوفوا حاجة تجنن كأنها ذهب، ما حد يميزها، تخيليها على رقبتك خيالية. هذا واحد، وكمان في عندكم واحد ثاني، شوفوا هذا واحد ثاني كمان، شوفوا هذا يجنن بعد، هذا إيف سان لوران، واضح الشعار عليه، أتمنى يكون الشعار واضح، خيالي. يا بنات أشياء ناعمة بالرقبة، لا تحرمين نفسك، لا تحرمين نفسك. مثلا تقولين فرضا لا ما انا ليش اخذ هذا مو ذهب، لا البسي تدلعي نفسك خوذي. شوفوا كمان اللي هنا خلوني اوريكم، شوفوا يا بنات شوفوا الجمال، النابي في ازرق، هذا دورين خلاص. شوفوا هذا، يا الله ايش هذا، تكفون ايش هذا. شوفوا الاسعار يا بنات خرافيه، اتوقع في تخفيضات، الحين اسالهم واشوف هل في تخفيضات ولا لا. شوفوا هذا يخطف القلب، من جد يخطف القلب. طيب في فوق كمان كحلي، هذا كمان يجنن. شوفوا هذا بعد، انا احب الالوان هذه، هذه الالوان حلوه. طيب خلوني اخذكم ورا هنا علشان تشوفون الاشكال اللي هنا. هذا يا بنات بدون الوان، هذا هنا بدون الوان، بس اول حاجه شوفوا الجمال هذا، هذا ايش امانه، هذا ايش بنات كانه ذهب، شايفات؟ ابد ما تعزليني عن الذهب. هذا ب 80، هذا مع اسواره، شوفوا مع اسوارته مع الخاتم، الخاتم يتوسع على فكرة، مع الحلق وهذا السنسال، شايفات؟ طيب خلوني أجيكم من هنا عشان تشوفون الأشكال، لأن المكان ضيق لو دخلت محسوباتكم مية نحيفة مرة. شوفوا الأحمر، شوفوا إيش هذا، خيالي والله غير أدخل، أنا بدخل هنا. خلوني أوريكم إياه من هنا لحظة، معليش سامحونا يا حقي المحل، أنا ما قاوم جمال الطقم. شوفوا إيش هذا، هذا ما في حلقة، اسألوا على الحلقة اللي هنا يخسبك. شوفوا نفس الأزرق، أنا عجبني نفس الطقم الأزرق، نفس الطقم. حابة تاخذين أشياء أكبر مثلا، شوفي هذا، ما حد راح يدري يا بنات، البسي وتكشخي ودلعي نفسك، حتى نفسنا ترى عليها حق. شوفوا هذا أبيض كمان ناعم مع الحلق، شوفوا هذا هنا، شوفوا هذا مرة ناعم، شوفوا هذا ب40، متخيلين يا بنات 40 بس، شوفوا جماله على الرقبة، يحكي يحكي. طيب اوريكم كمان، شوفوا هنا هذه من الاشياء اللي عجبتني، لا تحسون انها متفرعه زي هذا، خلاص هذا يا بنات تخيلوا 40، اشياء ما تتغير مع، يعني تحطين عطور تحطين كريم بس تحاشيه مع العطور، بس يعني تعطري وبعدين البسي السنسال، واضمن لك انها حاجه تبقى معاك للزمن. نصيحه انه تبغون تاخذون اكسسوارات خذوا اشياء زي كذا من بديل الذهب علشان ما تتغير معاكم ولا تحل. كمان في الجنازير هناك تشوفونها، تبغون جنازير، وفي اشكال كثيره هنا. تمام
طيب خلوني اجي من هنا كذا كمان يا بنات. شوف خلوني اوريكم معلش سامحوني لو طلعت اللي هنا بس عشان اوريكم. شوفوا هذا زي حقي انا خذيت واحد زي هذا بنات طلع على رقبه حكايه حكايه. احب لما اخذ الاشياء هذه اتاكد انها ليش يا بنات لي وللزمن. تبغون تاخذين حلق هذا الحلق شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. تبين تاخذين حلق تبغين اشياء سادات زي كذا ما عندك اي اشكاليه. طبعا بسالكم الحين اذا في تخفيض ولا لا وبسالكم اذا في خصومات ولا لا واذا في خصومات باذن الله تعالى بخبركم. يعني لو عاملين خصومات بقولكم الحين وبعطيكم اذا في كوبون لما تجون تاخذون في خصم. ابغى اسالكم واشوف عشان اللي حابه تجي تاخذ تجي تاخذ على ضمانه ام ساره. وكمان اسالكم لو فيه اذا انتم حابين توصيل يعني. وكمان شوفوا كمان هنا بنات برشات شايفينها برشات تعليقات. شوفوا اسماء اسماء هاجر بشاير رفيف جود روضه تاليه ايش في كمان لين يعني مليان اسماء. هذه بس قائمه اسماء برشات بالاسماء انت طبي وتخيري اشياء يا بنات تهبل. شوفوا هذه شوفوا شوفوا الورده اللي هذه الورده السوداء تخطف القلب. هذه الورده معلش انا بعيده ماني قادره اقرب تمام. بس يا بنات هذا المحل كامل اللي حابه تاخذ على ضمانه ام ساره الله يوفقهم يا رب والله يا رب يزيدهم والله يا رب يعطيهم. تعالوا بس خلونا نسال راعي المحل اذا في اكواد خصم اذا في حاجه يعني يلا على بركه الله خلونا نساله. يا بنات هذا راعي المحل خلاص خليني اعلمكم بصوت الخصومات تسمعونها منه افضل اني اتوقع لو تكلمت بجيب العيد. تفضل يا ابو وليد. اختي ام ساره بالنسبه للتخفيضات احنا اساسا في تخفيضات النص تقريبا او الثلث القيمه الكليه لكن اللي مطلوبك انت ان شاء الله يكون السعر ان شاء الله مغري لابعد الحدود باذن الله. اسمعوني يا بنات اللي تجي من طرفي وتقول من طرف ام ساره باذن الله تعالى براعيكم بخصم جميل جدا تمام. بس لا جيتي تقولي انا جايه من طرف ام ساره. الله يوفقكم يا رب يا ابو وليد ومحلكم والله انا ترى على فكره يعني انا خذيت منه اشياء قبل هذا الاعلان نهائيا يعني بس محل بالفعل يستحق انه يستحق الزياره. الله يوفقكم ان شاء الله.